سلام لكم متابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم المرد اللي شايفينه قدامكم. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. المرد بيكون موجود في البلوزات والتيشيرتات الحريمي، بس بيكون موجود اكتر في التيشيرتات الرجالي. هقدمه معاكم بطريقتين، ده الشكل التاني. الاتنين نفس الشكل من بره، بس في التركيب والتشطيب مختلفين. هيكون في اتنين زرار وعروة. ده كده المرد، هيكون طوله في حدود 15-16 سنتي. الطول طبعا طول المرد هيرجع لحسب ذوقك، بس هو 15 سنتي هيكون مناسب. ده قماش المرد هيكون بالشكل ده. العرض هيكون في حدود 8 سنتي، ولما طبقها هيكون 4 سنتي، ولما اتني ال2 سنتي بتوع الخيط هيبقى 3 سنتي، او على حسب ذوقك برضو لو عايزاه اكبر من كده. هحط القماش بالشكل ده وهجيب المرد. المرد ده هيتحط على القماش على القلب، يعني قلبة البلوزة او التيشيرت هتكون على عدلة المرد او عدلة القماش الستان، وهخيط بالطريقة دي. الخياطة مش هتكون لجوه في البلوزة او التيشيرت، يعني نص سنتي او اقل من نص سنتي. هخيط كل المرد لحد ما اوصل الناحية التانية برضو. ده هيكون شكل المرد بعد ما هيتخيط. شايفين الخياطة على طرف البلوزة او التيشيرت. هجيب المرد وهتنيه بالطريقة دي وهخيطه برضو. انا عاملة المرد مكوى علشان يكون سهل معايا في الشغل في التشطيب. ده كده شكل المرد بعد ما تشطب. هشيل الزيادة دي طبعا. بعدين هدخل المرد جوه التيشيرت بالطريقة دي. هيكون ده شكل المرد، شكله جميل جدا وشيك جدا وسهل جدا. لسه الخطوات ما كملتش. بعدين هجيبه على القلبة بالطريقة دي، وعايزة اثبت المرد، مش هخليه بالشكل ده، هثبته. فهاجي عاملة الناحية او فردة المرد بالطريقة دي. شايفين ادي كده المرد. هفرد الناحية التانية بالشكل ده، وبعدين هخيطه من عند بداية المرد من تحت. وده هيكون شكله بعد ما هيتخيط. شايفين شكله جميل جدا. بعدين هعمل خياطة كمان مرة بالشكل ده جنب الخياطة اللي انا عاملها بعدها بنص سنتي. بالطريقة دي برضو هتثبت المرد اكتر. ده كده شكل المرد، شكله جميل جدا وسهل جدا ونضيف جدا. دلوقتي هنشوفه في دلوقتي هعمل المرد بالطريقة التانية. ده دوران الرقبة، هجيب دوران الرقبة وهعمل علامة النص. هاخد علامة النص بالشكل ده. بعدين هيكون عندي قماش بالشكل ده، قماش المرد. ده قماش المرد هيكون بالطريقة دي، انا مثبتاه في زلين وهحطه في النص بالطريقة دي.
هخيط المرد. طبعا انا بقيس طول المرد، ممكن نثبته ابر. بعدين هوقف الابرة وهاخد بس غرزة واحدة بس او غرزتين بالكتير، يعني علشان ما يكونش في مسافة كبيرة بالطريقة دي. وهخيط كمان خياطة، شايفين الخياطتين قريبين خالص من بعض. وبعدين هفتح في النص بالطريقة دي. شايفين شكل المرد؟ بعدين هدخل المرد من جوه بالطريقة دي. دي الناحية اللي هيكون فيها العراوة من فوق، ودي الناحية اللي هيكون فيها الزرار واللي هيكون فيها المرد الكبير. بعدين هعمل المرد بالشكل ده في حدود 2 أو 3 سنتي على حسب المقاس اللي انا عايزاه. بعدين هخيط بالطريقة دي، هخيط المرد اللي من جوه. ده كده المرد اللي من جوه انا عملته في حدود 3 سنتي، برضو العرض على حسب ذوقك. شايفين هيكون ده شكله؟ برضو هعمل خياطة من تحت بالطريقة دي، خياطتين جنب بعض في حدود، يعني في عرض المرد في حدود 3 سنتي. ده شكل المرد، شكله جميل جدا. طبعا هشيل الزيادات دي. المرد هيكون فيه عراو وزراير، او ممكن يكون كبسين، يعني على حسب ما انت عايزة. الكبسون برضو بيكون شكله جميل جدا وشيك جدا. ده شكل المرد بعد المكوة، زي ما شايفين شكله جميل جدا. طبعا زي ما قلنا ينفع يتركب زراير وعراو، ينفع يتركب كبسين. ده الشكل التاني، الاتنين اجمل من بعض. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.